كثيرة هي الحواجز والعقبات التي استطاعت الفتاة الحضرمية أن تتجاوزها، فأصبحت أنثى حضرموت اليوم حاضرة وبقوة لتضع بصمتها في العديد من المجالات العلمية والعملية، وأن تبعث برسالة تفيد بمقدرتها على خوض غمار المنافسة، حيث دشن اتحاد رياضة المرأة لحضرموت الساحل منافسات المهرجان الرياضي الثاني لطالبات جامعة حضرموت والمعاهد المهنية والفنية، والذي يتضمن أنشطة عدة وفقا للخطة العامة لمكتب وزارة الشباب والرياضة للعام الحالي. ندشن اليوم المهرجان الثاني التي تقيمه اتحاد المرأة بساحل حضرموت، وفي إطار الشراكة القائمة بين جامعة حضرموت ومكتب وزارة الشباب والرياضة ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني. هذه الشراكة التي تأتي لإظهار وإبراز مواهب الطالبات، وأن النشاط اللاصفي يعتبر هو الوجه الآخر من الجزء التعليمي. طبعا من الأهداف أن لعبة الشطرنج هي لعبة الذكاء، لعبة الفكر، لعبة التركيز، تعطي الطالب تركيز أقوى، التنس الطاولي يعطيها أيضا جمالا في تخسيس الجسم، في القوام، أيضا يعطيها في اللياقة، لها فوائد كثيرة. فطالبات الجامعة والمعاهد يتنافسن في لعبتي الشطرنج وتنس الطاولة، مما يعد ذلك فرصة لإبراز مواهب الطالبات وتحضيرا للمشاركة الخارجية، وإضافة ألعاب أخرى مستقبلا لتوسيع إطار المشاركات، وهو ما يحظى بدعم ورعاية من وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية في المحافظة. هذه البطولة جدا مهمة، لها محاور أساسية كلها تصب نحو هدف تطور المجتمع من ناحية المرأة، وإعطائها فرصة إيجابية أنها تدخل تشرك نفسها ضمن معيار رسمي أساسي هي الرياضة، التي لا تقتصر فقط على الرجال، وإنما هي مفتوحة كانت للأطفال، للنساء، للكبار، حتى للكبار السن. فبالتالي نحن لماذا نقتصر أفكارنا ونغلق بناتنا على أفكار محدودة؟ كما يعتبر هذا المهرجان الرياضي تعزيزا للشراكة بين جامعة حضرموت والمعاهد المهنية، وبرهانا يكسر الصورة النمطية التي فرضتها العادات والتقاليد على المرأة الحضرمية، ويفسح للمرأة المجال لإظهار قدراتها. معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلا.